السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال إن شاء الله. بإذن الله النهاردة هنتكلم عن منحة ممتازة جدا. بس قبل ما أتكلم عن المنحة دي أحب أوضح لدي قناتنا، قناة منح من كل الألوان. طبعا هتلاقوا عليها فرص ومنح عديدة جدا، تمام. وده الويب سايت الرسمي الخاص بينا، هتلاقوا عليه جميع مقالات المنحة اللي احنا بنعرضها على القناة وجميع خدماتنا اللي احنا بنوفرها. فيديو النهاردة يعتبر الفيديو الجزء الثاني تكملة لفيديو الجزء الأول اللي هو الخاص بمنحة حكومة رومانيا، تمام. هتلاقوا الفيديو هنا موجود على قناتنا اللي هو منحة حكومة رومانيا. ده الفيديو إن شاء الله تكملة ليه، هنشرح الأبليكيشن خطوة بخطوة ونتعرف على كيفية التقديم. بس الناس اللي حابة تعرف على تفاصيل المنحة ممكن تشاهدوا الفيديو ده، وحط لكم رابط الفيديو أيضا في صندوق الوصف تحت الفيديو ده وتعرف على تفاصيل المنحة. أما بالنسبة للتقديم هنتابعه في الفيديو ده. طيب، دي مقالة المنحة الخاصة بينا، كنا اتكلمنا برضو عنها قبل كده وفيها التفاصيل باللغة العربية. بتيجي انت من مقالة المنحة الخاصة بينا وبتضغط على رابط قدم الآن عشان يفتح معاك ابليكيشن التقديم. لما تضغط على كلمة قدم الآن هيفتح معاك الابليكيشن، او هيفتح معاك الاعلان الرسمي الخاص بمنحة حكومة رومانيا او الخاص بوزارة التعليم الهولندية اللي هو عفوا الرومانية، اللي هو بيكلمك بقى على الدراسة في رومانيا والمنح الدراسية وكل شيء، تمام. بعد كده بيجي هنا بيشرح لك، بيقول لك ان الابليكيشن مفتوح الان وان التقديم اخره 16 مارس 2024 عشان تقدم على الفرصة دي او المنحة دي. بعدين بتيجي تضغط على كلمة ابلاي ناو عشان يفتح معاك الابليكيشن. لما بتضغط على كلمة ابلاي ناو بيظهر لنا الابليكيشن بهذا الشكل. طبعا احنا كنا شرحنا في فيديو الجزء الاول ازاي ممكن تعمل كرييت اكونت، انك بتروح لو ما عندكش لسه اكونت بتروح على اي دونت هاف ان اكونت وبتضغط عليها وبتسجل اكونت من جديد، وبترجع انك تحط بياناتك بعد تسجيل الاكونت هنا. فانا بالفعل كنت مسجل اكونت بالفعل، فارجع تاني هنا، تمام، واضغط على الاكونت بتاعي، اكتب بيانات الاكونت بتاعي، تمام، والباسورد، وبعدين اضغط على لوجن عشان يفتح معايا ابلكيشن الدخول، تمام. هيفتح معانا الابلكيشن بالشكل ده. طبعا انا كان بدات ابلكيشن بالفعل، ده رقم الابلكيشن بتاعي وبداته بالفعل. فانا هدخل دلوقتي اعمل زي فتح للابلكيشن اللي انا بداته عشان اوريكم ازاي تملاوه. فاعمل ريفيو للابلكيشن بتاعي ونشوف ايه اللي مطلوب جوه كل سيكشن. اول حاجه هو بيطلب منك، بيقول لك قبل ما تبدا لازم تقرا التفاصيل دي، تمام، ان انت ما تكونش عضو في الاتحاد الاوروبي، الدوله اللي انت بتقدم منها ما تكونش دوله اوروبيه، يعني جنسيتك من دوله اوروبيه، انك يعني تكون مؤهل بالفعل. تقرا بقى الشروط والتفاصيل دي، بعدين تعلم علامه صح على كل المربعات اللي هنا، وبعدين تضغط اي اندرستاند وتخش على الخطوه اللي بعدها. في الخطوه اللي بعدها هنا بيظهر لي عندنا 5 خطوات، تمام. الخمس خطوات دول، اول خطوه بتحط معلوماتك الشخصيه، تاني خطوه بتحط العنوان والجنسيه بتاعتك، تالت خطوه بتحمل الوثائق الاكاديميه بتاعتك، رابع خطوه بتختار الجامعه او الجامعات اللي انت حابب تدرس فيها في رومانيا، بعدين خامس خطوه بتعمل مراجعه للابلكيشن. فاول خطوه عندنا البيرسونال انفورميشن، بتحط طبعا اسمك، اسم العائله، اسم الاب، اسم الام، الجندر بتاعك، بتحط تاريخ ميلادك، بتحط الحاله الاجتماعيه بتاعك، اعزب، متزوج، كل ده بتحطه، تمام. لو في وظيفه عندك في الوقت الحالي او مكان للعمل بتحطه، ما عندكش بتسيب الجزء ده فاضي. بعدين بنروح للادرس والسيتيزن شيب، وبنتكلم هنا على العنوان اللي انت مقيم فيه. فبيقول لك ايه دوله الميلاد بتاعتك، اتولدت في اي دوله، تمام. بيقول لك المدينه اللي اتولدت فيها، بيقول لك تختار الرقم او جواز السفر او يعني الباسبور بتاعك من اي دوله، فمثلا من ايجيبت فبتختار ايجيبت، الجيريا، ايطالي، على حسب يعني الباسبور بتاعك من اي دوله. بعدين بتحط رقم الباسبور او رقم الناشونال اي دي اللي هو الهويه الوطنيه بتاعتك، تمام. بيقول لك ان الباسبور او الهويه دي يعني بادئه من امتى وهتنتهي امتى، تمام، الصلاحيه بتاعتها من متى لمتى، تمام. بعدين الدولة اللي انت مقيم فيها في الوقت الحالي والمدينة اللي انت مقيم فيها، الرمز البريدي والجنسية بتاعتك، جنسيتك ايه من اي دولة دلوقتي، تمام. وبعدين بتضغط على الابلود فايلز اللي هي الوثائق بتاعتك. في الوثائق بتاعتك بتحمل بقى كل الوثائق الخاصة بيك. هنا لازم تختار المرحلة الدراسية، اللي انت حابب تقدم عليها، تمام. فهنا هيجي بيقول لي اختار، هل انت هتقدم على بكالوريوس ولا ماجستير ولا دكتوراه، فاختار المرحله الدراسيه، اخترت مثلا بكالوريوس، تمام. وبعدين بيقول لي هل انت عايز سنه تحضيريه للغه الرومانيه او سنه تحضيري الروماني، تمام. فبتختار طبعا يا سواء على حسب طلبك، ففي ناس بتحب ان هي ممكن تحضر سنه
تحضيري للغة الرومانية، فممكن تاخد سنة تحضيري دي. بعدين بتحط الدرجة العلمية من المدرسة اللي انت متخرج منها، ومن الجامعة اللي انت متخرج منها، او اللي انت بتدرس فيها في الوقت الحالي لو انت في اخر سمستر، تمام؟ بتحط الدرجة من كام لكام، يعني مثلا اذا الدرجة من 100% فانت جايب مثلا 80 90%، اذا الدرجة من 4 فانت جايب مثلا 3، وتحط السكيل اللي هي الهاي ديجري هنا، تمام؟ بعدين الشهادة بتاعتك طالعة من اي دولة، يعني انت بتدرس في اي دولة حاليا. بعدين بتقول لك حط السي في بتاعك، ويكون باللغة الفرنسية واللغة الانجليزية، تمام؟ تحمل شهادة الميلاد بتاعتك، صورة الباسبور او صورة الهوية الوطنية لو ما عندكش الباسبور، شهادة الجواز او الطلاق لو انت متجوز او مطلق او كده، تمام؟ تحط طبعا القيد الجامعي، تمام؟ اللي هي الشهادة بتاعتك، شهادة التخرج. تحط كشف الدرجات للمواد اللي انت درستها، طبعا لو انت في اخر سمستر ممكن تحمل كشف الدرجات لاخر سمسترات انت درستها، تمام؟ وتحمل شهادة قيد جامعي. لو انت حضرت مثلا مدارس مؤخرا او اتخرجت من اكتر من جامعة، فممكن تضيف الشهادة دي هنا. بعدين بتخش على الخطوة اللي بعدها في السلكت يونيفرسيتيز، اللي انت بتختار الجامعات اللي انت حابب تدرس فيها. فبيقول لك ايه الجامعة اللي انت حابب تدرس فيها السنة التحضيري، هتلاقي عندك مجموعة من الجامعات، طبعا تقدر تتعرف على اسماء الجامعات دي وتشوف الجامعة المناسبة ليك. بعدين بيقول لك الاختيار الاول، حابب تدرس في اي جامعة وتخصص ايه، فبيظهر لك اسامي الجامعات. فمثلا انا على سبيل المثال لو اخترت مثلا اي جامعة، اخترت مثلا اول جامعة University of Arad، فيظهر لي التخصصات الموجودة في الجامعة دي، تمام؟ وهيقول لي اختار التخصص، دي التخصصات الموجودة، ممكن اقدر اختار التخصص اللي انا مهتم بيه، وعندي بحد اقصى اختيارين، اختار الجامعتين واختار تخصصين، تمام؟ كل جامعة تخصص. خلاص خلصت الخطوة دي، بعدين اروح للخطوة اللي بعدها اللي هي الريفيو بتاعي للابليكيشن، لان انا بالفعل خلاص بقى مليت الابليكيشن. هنا بيظهر لي بيقول لي فيك سيكشنز كتيرة جدا عندك فاضية ما ملقتهاش، لازم تملأها، فالابليكيشن مش هيكتمل الا لما املأ السيكشنز ده. بعد لما املأ كل ده بيطلع لي زر السبميت، بضغط عليه وبقى كده انا قدمت بنجاح للمنحه، تمام؟ بعد طبعا هو بيقول لي هنا في ايرورز هنا، تمام؟ لان انا لازم املا كل الحقول دي، ما اسيبش ولا حقل فاضي او ما اسيبش ولا سيكشن فاضي لو الزامي، تمام؟ مش اوبشنال. بعد كده يبقى انت كده قدمت بنجاح، بتنتظر بقى المراجعه من المنحه والرد منه. الناس اللي حابه تقدم على المنحه دي من خلالنا هتلاقوا برضو في صندوق الوصف تحت الفيديو ده، وفي مقاله المنحه بالعربي هتلاقوا رابط خدماتنا الاضافيه، تضغطوا عليه هيطلع لكم كل الخدمات الخاصة بينا. لو انت بقى حابب تقدم على منحة الحكومة الرومانية من خلالنا، تضغط على تقديم الآن على التقديم للمنح، يعني اضغط على تقديم الآن للتقديم للمنح، يفتح معاك استمارة التقديم، تملأ الاستمارة دي، تملأ كافة التفاصيل اللي في الاستمارة، وخدمة العملاء تتواصل معاك وترتب لك كل شيء، وتملأ لك الابليكيشن بشكل احترافي وتعمل لك كل المطلوب. ممكن تتعرف على خدمات تانية عندنا هنا اكتر، فرص عمل مضمونة في اوروبا، فرص مضمونة للسفر الى هولندا وعود في المانيا وغيره العديد من الخدمات. ففي انتظار طلباتكم ان شاء الله. وكده بشرحنا كل التفاصيل الخاصة بالمنحة، منحة ممتازة جدا، متاحة لجميع المراحل الدراسية ولجميع الدول التقديم عليها. شكرا جزيلا مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.